كبيره. يا دكتور مصطفى. مصطفى ومصطفى. يا دكتور انت بتاخدني بالمره؟ دكتور مصطفى عايزين نعلي شويه بس. بتاخدني بالمره؟ لا يا فندم، مصطفى مصطفى قمر موجود معانا واصر ما يمشيش غير لما يسمعك. ده راجل فنان جميل مصطفى قمر، انا بحبه. ازيك يا دكتور؟ مصطفى ازي حضرتك؟ اهلا اهلا مصطفى باشا، ازيك حبيبي؟ ممكن يا دكتور عشان مش عايزين نتكلم على اللي فات، خلينا نتكلم على اللي جاي. السيناريوهات القادمة اللي حضرتك شايفها بعد قرار ترامب ده، متوقع حضرتك السيناريوهات اللي جاية ايه؟ في امرين، على واحد على المدى القصير وواحد على المدى الطويل. على المدى القصير يجب ان نركز، قد اتخذت قرارا امريكا ترامب قدس عاصمة هي اسرائيل، فاننا على الجانب الاخر نعتبر القدس بجانبها الشرقي هي عاصمه الدوله الفلسطينيه لمسلميها ومسيحيها، لان فيها الاماكن المقدسه للديانات الثلاثه. فيها الاماكن المقدسه لليهود، والاماكن المقدسه للمسيحيين، والاماكن المقدسه للمسلمين. هذا امر يجب ان نصر عليه، لانه اولا يحقق استخدام القدس من الجانبين، وفي عواصم كثيره كان جزء منها عاصمه الدوله والجزء الاخر عاصمه لدوله ثانيه. الامر الثاني هو ان هذا التفكير يدعم ويكرس حل الدولتين الذي تحاول اسرائيل التملص منه. ده على المدى القصير. على المدى الطويل ليس لدي الا ان اقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. التعليم العربي متراجع، البحث العلمي ضعيف، اسهامنا في حياه العصر وحضارته محدود. يجب ان يكون لنا وزن في المجتمع الدولي. عندما يكون لك وزن فان الاخرون سوف، الاخرين سوف يستمعون اليك. اما ان نظل نشجب ونهتف ونصرخ فهذا امر جربناه على طيله 70 80 عاما بلا فائده. حان الوقت لكي نفكر بالعقل، وان نسمح للعقل العربي ان يخرج من دائره الانغلاق التي عانى منها طويلا، وان يكون قادرا على التعامل مع الحقائق والمستجدات بشكل عملي، وليس مجرد عواطف عامه وشعارات غامضه وعناوين ليس لها معنى. هذا هو تصوري المخرج على المدى القصير والمدى الطويل. واظن المفتاح في المدى الطويل هو التعليم. التعليم 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 العربي لم يعد، لا ينتج بحث علمي ولا يفرز امكانيات تشغيل ولا يقدم للمجتمع الدولي شخصيات عربيه قادره على التاثير في مجريات العلوم. اللي عايز يعمل حاجه بيحاول يهرب ويخرج بره. وانت بتعلم هنا التعليم الاساسي وتدفعه وتدفع ثمنه من ضرائبك الى اخره، ثم تستفيد به قوه اخرى. وانظر الى الطيور المهاجره والشخصيات الكبيره اللي نجحت في الخارج ولم تنجح في الداخل. عزيزي الاستاذ مصطفى قمر الفنان عايز يسال حضرتك سؤال يا دكتور. مرحبا بمصطفى قمر. دكتور مصطفى، لو حضرتك يعني بتنصح ان يبقى في ملف نبدا بيه، يبقى ملف ايه؟ اللي احنا نخرج بالقضية الفلسطينية من مسألة التعاطف الإنساني إلى التأييد السياسي. يعني بلاش دايما إن احنا نفكر بفكرة القهر وإننا مضغوطون ومغلوبون على أمرنا، لا. يجب أن نخرج من هذه الدائرة بشكل أو بآخر، تعامل مع خصمك بوضوح وبندية. يعني أنا رأيي إن إعطاء الظهر للطرف الآخر والمواقف السلبية والانسحابيه كلفتنا الكثير في السنوات الطويله على مدى العقود اللي فاتت. علينا ان نكون مقتحمين. ولماذا حقق السادات ما حققه؟ حقق السادات ما حققه لسبب بسيط، انه خرج عن المالوف واقتحم المشكله من قلبها بغض النظر عن النتائج. ان نكون اكثر له سبق الاجتهاد، ان نكون اكثر قوه، اكثر قدره على المواجهه، وان نفكر بره الصندوق. شكرا جزيلا يا دكتور مصطفى.